نروح نشوف ايه اللي اتكتب عن الاهلي في الصحف. يلا بينا. في الاخبار المسائي، الاهلي يرتب خطواته، يشكو لمركز التسويه قبل اللجوء للفيفا واللعب المالي النظيف ضمن الملف. الاهرام، الاهلي يترقب الشكوى المستعجله بمركز التسويه ضد اتحاد الكره، ملف كامل في طريقه للفيفا والنادي يكشف شروط عودته لاستكمال الدوري. الشروق، خلال اجتماع ثلاثي بين الخطيب وبوريدا بحضور وزير الرياضه، الاهلي يتمسك بحقوقه وبوريدا يتعهد بحل ازمه القيد الافريقي. مركز التسويه والتحكيم يفصل في الشق المستعجل لشكوى النادي ضد اتحاد الكره غدا. الوفد، الاهلي يقدم شكوى لمركز التسويه في ازمه الدوري ويلجا لمحامي سويسري للتصعيد للفيفا. الجمهوريه، الاهلي يعسكر في اسبانيا، احتراف هاني مرفوض، استمرار اعاره ريان. اليوم السابع، الاهلي يضغط لاستمرار مسابقه الشباب مواليد 97 لتجنب مذبحه السيف.